أهلا بكم من جديد. إذا البداية من تعز، حيث كثفت ميليشيا الحوثي الإرهابية هجماتها على مواقع الجيش في جبهات المحافظة خلال الأسبوع الأخير. وفي الأيام الماضية تمكنت قوات الجيش من صد هجمات للميليشيا وإحباط محاولات تسلل لعناصرها الإرهابية في مواقع عصيفرة والزنوج والدفاع الجوي شمالا والتشريفات ووادي صالة شرقا وجبل هان والصياحي وحذران والأحطوب ومقبنة في الغرب من محافظة تعز وفي الصل جنوبي المحافظة. وخلال المواجهات قال المركز الإعلامي لمحور تعز إنه تمكن من إخماد مصادر النيران والمدفعية التابعة للميليشيا التي كانت تستهدف مواقع الجيش ومناطق أهلة بالسكان. ويأتي تكثيف الهجمات الحوثية مؤخرا بالتزامن مع تحركات وفد عماني من وإلى العاصمة صنعاء لأغراض تفاوضية مع الميليشيا بشأن السلام في اليمن. كما جاءت الهجمات تزامنا مع تواجد المبعوث الأممي هانس جودبرغ في صنعاء وإحاطته لمجلس الأمن بشأن خطورة استمرار الحرب على الوضع الإنساني في البلاد. مراقبون قالوا إن الميليشيا تسعى من خلال الهجمات العسكرية المتواصلة للتأكيد على أن جهود إحلال السلام معها لن تنجح وأن الحل الوحيد لإنهاء الحرب معها هو الخيار العسكري. إذن وحول آخر التطورات العسكرية في محافظة تعز ينضم إلينا عبر الهاتف سكرتير الإعلامي لقائد محور تعز سيد ركان الجبيحي. مرحبا بك سيد ركان. إذن هناك تصعيد من قبل الميليشيا الحوثية في مختلف الجبهات هناك في محافظة تعز، يعني حدثنا عن آخر التطورات العسكرية والميدانية وكذلك التوسع الأخير في مختلف الجبهات هناك في الميدان. أهلا وسهلا بك أخي العزيز. ميليشيا الحوثي الإرهابية لم تتوقف عن تصعيدها وتكثيف قصفها على الأحياء السكنية في محافظة تعز وغيرها من الجبهات في المحافظات الأخرى. يأتي هذا بالتزامن مع التحركات الدبلوماسية التي تقودها الأمم المتحدة والمبعوثها الأممي. هذه رسالة واضحة من قبل الحوثيين على أنهم لا يريدون السلام ولا يريدون التوصل إلى أي حل سلمي فيما يتناسب مع مطالب اليمنيين. ميليشيا الحوثي خلال تصعيدها الاخير في محافظه تعز في اكثر من جبهه، سواء عمليات قنص او عمليات عسكريه في جبهات الشتبات الشرقيه والغربيه، حيث جبهه الاحطوب ومقبنه وكذلك جبهه الاحطوب في الجنوب الغربي لمحافظه تعز. نعم. اكثر من محور، اكثر من عمليه تسلل وعمليه قنص تقوم بها ميليشيا الحوثي سواء على جبهات او على أحياء سكنية وحالة إنسانية. هناك عملية قنص لطفلة في جبهة الأربعين شمال المدينة وما زالت في العناية المركزة. هذه عملية تصعيدية من قبل ميليشيا الحوثي تأتي بالتزامن مع المتابعة الدبلوماسية التي تقوم نعم السيد ركان. كما ذكرت هناك قصف من قبل الميليشيا الحوثية على الأحياء السكنية هناك في معظم الجبهات، هناك طفلة أصيبت كما ذكرت وهي في المستشفى، يعني هل هناك ضحايا مدنيين خلال القصف؟ طبعا ميليشيا الحوثي من خلال عمليات قصفها المكثف وبشكل عشوائي تقصف على الأحياء السكنية، هناك ضرر في بعض المباني السكنية. ليس هناك الى الان ضحايا في حاله في الجانب الانساني، لكن هناك اضرار ماديه في المباني وايضا في عمليه القنص التي تعرضت لها الطفله بالامس وهي في حاله غيبوبه في العنايه المركزه. ميليشيا الحوثي لا تكاد تتوقف يوما عن استمرار قصفها وكذلك تصعيدها. قبل اقل من ساعه هناك قصف في الجبهه الغربيه وهناك ايضا عمليه مواجهه في الجبهه الغربيه للمدينه، ما يدل ان هناك تصعيد الحوثي ما زال مستمر، من جهه يمارس تصعيده العسكري ومن جهه يناقش ويواصل عملياته الدبلوماسيه مع المبعوث الاممي غير آته لاي تحركات دبلوماسيه وغير مؤثره في اي حلول سياسيه وسلميه. نعم، خلال هذا التصعيد التي تقوم به ميليشيا الحوثي في مختلف الجبهات في محافظه تعز، يعني تزامنا كذلك مع الحراك الدولي والاقليمي باتجاه الوصول الى اتفاق او هدنه جديده، يعني انتم في محور تعز كيف ترون هذا التصعيد ودلالاته؟ طبعا تعز خارج المعادله تماما، خارج اي تسويه سياسيه، خارج اي حلول ممكنه سواء على المستوى القريب او على المستوى البعيد. هي خارج اي شق ايجابي بالنسبه لتعز سواء كمدنيين او كجانب عسكري او كجانب امني.
او جانب دبلوماسي سواء على المستوى الحكومي او على المستوى السياسي والمجتمع الدولي. تعز هذه منذ زمان سنوات خارج اي معادله او خارج اي تسويه او خارج اي حلول ممكنه سواء من الداخل او من الخارج. فبالتالي الكل ينظر الى تعز كونها معادله جانبيه غير معترفين باهميه. نعم سيد راكان، لكن انتم كيف تنظرون الى هذا التوسع من قبل الميليشيا الحوثيه، خاصه هذا التوسع الكثيف في الاسبوع الاخير في معظم الجبهات في مدينه تعز؟ يعني ما دلالاته على الأرض؟ هذا تصعيد واضح واستمرار متواصل من قبل الحوثيين لتوسع هجماتها. الجيش الوطني يقابل هذا بجانب عسكري بحت، يعني بعيدا عن اي تسويه او اي عمل دبلوماسي. الجيش الوطني في تعز على اهم الاستعداد وعلى الجاهزيه في مختلف جبهات القتال للدفاع عن المدينه وكذلك عن المواقع التي تحت سيطره الجيش الوطني امام اي هجمات او عمليه تصعيد من قبل الحوثيين، لان الجيش في تعز ينظر الى الحوثي كجماعه ارهابيه لا تعترف بأي حلول أو بأي دبلوماسية أو بأي جانب سلام إطلاقاً أو جانب. نعم نعم سيد راكان، بالمقابل خلال هذا التوسع من قبل الميليشيا الحوثية في الهجمات، بالمقابل كيف هو الرد من قبل قوات الجيش الوطني على ما تقوم به الميليشيا الحوثية؟ يعني وهل رصدتم كذلك في الفترة الأخيرة هل هناك مؤشرات لتوسع جديد في الجبهات في تعز؟ الجيش الوطني بما يمتلكه من مقدرة إمكانات محدودة هو في حالة دفاع وتمترس وتخلق على مواقعه وثابت في مواقعه رغم قلة الإمكانات ورغم غياب الدعم الحكومي اللازم. الجيش أو الجيش الوطني في محور تعز يواجه الحوثيين بمعركة غير متكافئة. الحوثيين من خلال توسعهم من خلال نشاطهم العسكري والميداني المكثف سواء كعملية رصد كعملية قنص أو كعملية قصف وكذلك عمليه تسلل متكرره في اكثر من جبهه وحجز، يواصل الحوثي عمليه حجزه الى طرف مدينه تعز. الجيش الوطني يقابل هذا العمل بالترتيب وكذلك في حاله دفاع مستمره بما يمتلكه من امكانات تؤهله الى التمترس والتخندق للدفاع عن تعز وعلى المكتسبات التي تحققها خلال السنوات الماضيه. نعم، اذا وضحت صوره السكرتير الاعلامي لقائد محور تعز السيد ركان الجبيحي، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.